عضلات السطح الأنسي. أولاً منطقة لوح الكتف، العضلة تحت اللوحية، خلف مباشرة العضلة المبرومة الكبرى، العضلة تحت اللوحية، العضلة المبرومة الكبرى، هي منطقة لوح الكتف. منطقة العضد، أولاً العضلة ذات الرأسين العضدية، ثانيا العضلة العضدية الغرابية، في جزء ما موجود، العضلة العضدية الغرابية. ثالثا العضلة موترة اللفاف الساعدية، عبارة عن جزئين، هذا الجزء الجزء الصفائحي من موترة اللفاف الساعدية. الجزء الثاني هذا هو الجزء الموزي، من موترة اللفاف الساعدية. نرفع موترة اللفاف الساعدية، بيظهر علينا الرأس الأنسي، من العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية، هذا الرأس الطويل وهذا الرأس الأنسي. منطقة الساعد، من الأمام وباتجاه الخلف. أولا السطح الأنسي لعظم الساعد غير مغطى بالعضلات، أمام عظم الساعد في عندي عضلة من عضلات السطح الوحشي، هي الباسطة الرسغية الكعبورية. أما خلف الساعد، في عندي العضلات القابضة. عضلات السطح الأنسي هي العضلات القابضة وبتكون على طبقتين. أول عضلة هي العضلة القابضة الرسغية الكعبورية، خلف مباشرة العضلة القابضة الرسغية الزندية، نرفع هذول العضلتين، هذول أول طبقة، بيظهر علينا العضلتين الأصبعيات. أول عضلة هاي العضلة القابضة الأصبعية السطحية، العضلة الثانية هي العضلة القابضة الأصبعية الغائرة، لها ثلاث رؤوس. أول رأس الرأس العضدي اللحمي، من العضلة القابضة الأصبعية الغائرة. الرأس الثاني هو الرأس الملاصق للعظم، الكعبرة، هذا الرأس الكعبري، من العضلة القابضة الأصبعية الغائرة، ملاصق لعظم الكعبرة. الرأس الثالث من الخلف هو الرأس الزندي، من العضلة القابضة الأصبعية الغائرة، زندي وتر الشكل. أوتار منطقة المشط، السطح الأنسي غير مغطى بالعضلات، أما السطح الوحشي، من الأمام، أول وتر في عندي خمس أوتار، من الأمام وتر العضلة القابضة الأصبعية الباسطة الأصبعية العامة، الوتر الثاني على السطح الوحشي، وتر الباسطة الأصبعية الوحشية رشيت الشكل، العضلة الباسطة الأصبعية الوحشية رشيت الشكل، هاد وتر، العضلة الباسطة الأصبعية الوحشية. خلفيا خلف المشوط مباشرة في عندي ثلاث أوتار بالترتيب من الخارج وباتجاه الداخل. أولا وتر العضلة القابضة الأصبعية السطحية، يليه وتر القابضة الأصبعية الغائرة، الملاصق للعظم الرباط المعلق،
الرباط المعلق أو العضلة بين العظمية الوسطى.